السلام عليكم. اليوم نتكلم على أهم الأجوبة للأسئلة التي تدور حول نبات البوتوس، من أهمها متى أسقي نبات البوتوس، كيفية الاهتمام والعناية بنبات البوتوس، وأين ومتى نزرع نبات البوتوس، أحسن وقت لزراعته، وأيضا هل هو سام أم لا. نجاوب إن شاء الله على أول سؤال، هو من ناحية الري أو السقي. طبعا من المهم جدا أنه نحافظ على أنه تكون نبات البوتوس بدرجة حرارة تتراوح ما بين 18 إلى 30 درجة مئوية، وهذا النبات يتحمل انخفاض درجة حرارة حتى 10 درجات مئوية. أقل من هذا المعدل رح يبدي النبات بالذبول والموت، فمن المهم جدا أنه تحافظون على درجة الحرارة لمحافظة على صحة نبات البوتوس. طبعا البوتوس يحب الأماكن الرطبة، ويفضل أنه ترشون النبات بالمياه في فصل الصيف كل يومين حتى تبقوا بشكل رطب. من ناحية الري في فصل الخريف والشتاء تقللون مرة كل أسبوعين إن شاء الله، وتخففون من رش النبات ويكون إن شاء الله بصحة جيدة. أما عن السؤال الثاني، هو عن كيفية الاهتمام والعناية بنبات البوتوس، من المهم جدا انه تعرفون انه هذا النبات يحتاج الى الري بشكل متوسط، ويحتاج الى عمق متوسط من التربة، ومن المهم جدا انه تعطوه الري بشكل منتظم. يعني اذا قررتوا مرة بالاسبوع او مرتين بالاسبوع، تتأكدون انه تخلون جدولكم انه تعطوه الري حسب الشكل المنتظم السكيدجول اللي عاملي. من المهم جدا انه ما تعرضون النبات البوتوس لضوء الشمس بشكل مباشر. ضوء الشمس راح يؤدي الى انحراق أطراف النبات، ظهور بقع سمراء اللون على الأوراق. أيضا إذا لاحظتوا أنه نبات البوتوس اللي عندكم يعاني من احتراق أطراف الأوراق أو ظهور بقع سمراء اللون، بقع داكنة، أيضا تأكدوا أنه أغلب الأسباب هي عبارة عن تعرض النبات لضوء الشمس بشكل مباشر. قصوا قلموا النبات، بعدوا عن أضاءة أشعة الشمس، واعتنوا به بشكل حلو، وإن شاء الله رح يرجع إلى حيويته وإلى طاقته وإلى يعني نموه الطبيعي. طبعا يتحمل الجو الجاف، لكن ينمو بصورة أفضل في الجو العالي الرطوبة، لأنه هو يعتبر نبات تروبيك. فمن المهم جدا أنه ترشون النبات بالبخاخ بالصيف حتى توفرون جو الرطوبة مشابه للغابات اللي ينمو فيها النبات بشكل طبيعي. وش وقت ممكن تزرعون نبات البوتوس؟ هو السؤال الثالث. ممكن أنه زرعوه عن طريق عملية الترقيد. تكثر النبات البوتوس عن طريق الترقيد هو أفضل أوقات الإكثار، هو في فصل الصيف. ممكن أنه يتم قص فرع من النبات تحت العقدة، وبعدين تخلوه في الماء، تتركوه بعض مدة يومين ثلاثة أيام، كل أسبوع تغيرون المي، هاي المرحلة جدا مهمة، لحد ما ينبت الجذور البيضة. لازم تكون الجذور تقريبا من 5 إلى 10 سنتيمتر الأفضل، حتى بعدين تنقلوا إلى التربة، والتربة لازم تكون رطبة، التربة لازم تكون خفيفة بحيث أنه التهوية يعني توفر التهوية للنبات. ومن المهم جدا أنه تحافظوا على رطوبة التربة مرة أو مرتين كل أسبوع حسب الطقس. أيضا هل ممكن أنه نكثر النبات، نقوم بتكاثر النبات في فصل الخريف وفصل الشتاء؟ نعم ممكن، إذا توفرون في البيت الأجواء اللازمة للنبات ولظهور الجذور. شنو هي الأجواء المناسبة؟ هي الرطوبة، هي الدفو، هي الضوء. إذا ساكنين المنطقة مثل ما إحنا ساكنين هسا في فنلندا بأوروبا، الشتاء يكون طويل، الشتاء يكون قارص، من المهم جدا أنه توفرون للنبات الضوء الاصطناعي الخاص للزراعة حتى ينمو إن شاء الله بشكل طبيعي. وعندي كثير من الفيديوهات أشرح بهذا الموضوع بأدق التفاصيل، ممكن أنه تشاهدوها. وإذا عجبكم محتوى القناة لا تنسون تشتركون وتفعلون الجرس، وأراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.